هذه الاتفاقية التي وقعت بين وزارة البيئة والمياه والصيد مع البنك الإفريقي للتنمية بغرض استخراج المياه الجوفية التي تعاني منها بعض الولايات في البلاد في قلة وندرة المياه الصالحة للشرب، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع 14 مليار فرنك سيفا لصالح 11 ولاية. وعقب توقيع الاتفاقية أوضح وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار أهمية الاتفاقية. مشروعنا ده يخص إقليمنا إنيدي ويست والبركو وتيبستي ولوغون أوكسيدنتال ولوغون أورينتال. يبنوا فوق شاتوات 45 شاتوات أنا ألمي ويسووا فوق أسينيسما معناتها لاترين أنا تواليت دول كله يبنوا، وفي خدمات آخرين كتار يعني يكسبوا شعب أنا الأقاليم لسا أنا تريتهم لكم. ممثل البنك الإفريقي للتنمية ألي ألمين زين أكد وقوفهم ودعمهم المتواصل للحكومة التشادية لتحقيق أهدافها الإنمائية، خاصة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الحجرية والصحراوية، مضيفا بتعهد والتزامات البنك بتنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع. بدوره وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبران أثنى على البنك الإفريقي للتنمية على هذا الدعم السخي لإطلاق المشروع باستخراج المياه الجوفية، وأضاف إن الحكومة التشادية لا تزال تسعى عبر شركائها لتوفير المياه الصالحة للشرب والحصول عليه بسهولة.